جمعتكم مباركة مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، والبداية من عناوين الصحافة المحلية ونستهلها من صحيفة الجمهورية. القربي، اليمن قدم تجربة نموذجية في الحل السلمي، مسيرة لشباب الثورة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، ضبط عصابة تستخدم النساء والأطفال في نقل وتجارة الخمور. صحيفة أخبار اليوم، الرئيس، النظام الجمهوري ووحدة اليمن ثوابت لا يمكن تجاوزها، حلف قبائل حضرموت يحكم بإلزام الدولة دفع 900 مليون دية لحبريش، الحوثي يحشد مسلحيه لحرب ثانية في أرحب، سفراء الدول العشر على أصحاب المصالح أن يسلكوا الوسائل القانونية وعدم اللجوء إلى العنف، الشيخ الصعر، المراقبون لم يصلوا المحشاش والجميمة، الحوثيون يخرقون الهدنة، ناطق الدفاع، الجيش سيواجه بقوة أي استفزازات أو اعتداءات سواء في عمران أو الضالع أو أي محافظة أخرى. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانت، سفراء الدول العشر من لديه مطالب فليترك العنف وليعبر عنها سلميا، المحلل الاستراتيجي عبد سالم، اتفاق عمران تدويل قضية الحوثي دوليا، نقابة المعلمين تدين استهداف واحتلال الحوثي للمدارس بعمران. التغيير نت، مصادر، هادي بصدد إصدار قرارات وشيكة لإعادة تشكيل الحكومة. الخبر، الطلاب اليمنيون وموظف السفارة بالمجر يتهمون الخارجية بتشويه سمعة اليمن بالخارج. مصدران، توقف المواجهات في عمران لم يخلو من تحركات قد تخرق أجواء الهدنة. هادي، ليس من مصلحة أحد إشعال الحرائق، والدولة هي المعنية بتوفير الأمن. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. المدينة السعودية، اليمن، مقتل 14 جنديا ومدني في هجوم للقاعدة ضد حاجز بشبوة. الوطن السعودية، اليمن يخير القاعدة، اخرجوا او ستواجهون القتل. البيان الاماراتية، اليمن يفكك اخطر خلية اغتيالات. السياسة الكويتية، هادي يحذر ايران من التدخلات السافرة في شؤون اليمن الداخلية. الحياة اللندنية، اليمن، مقتل 500 عنصر من القاعدة، وعبد رب يحذر من دعم إيران للانفصاليين. مقالات الرأي والتحليل نبدأها من صحيفة الجمهورية، والتي نشرت مقالة للكاتب مصطفى راجح تحت عنوان مركز الحوثي الطائفي المقدس، أشار إلى دور علي عبد الله صالح في أحداث عمران للانتقام من أنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية، مؤكدا أن المد الحوثي الطائفي سيصل إلى طريق مسدود وسينتهي بالاصطدام مع أبرز الداعمين له. يهلل أدوات الملك المخلوع وموهومو الإمامة الجديدة لفتنة الحوثي الكبرى باعتباره انتصارا ينبغي الاحتفال به، وليس جنازة لهم ولبلدهم ولممكنات الاستقرار وتطلعات الدولة الوطنية العادلة. لا تدرك هذه الأدوات المستخدمة أن مشروع الحوثي الطائفي سيصل إلى طريق مسدود، ولا يهمهم إدراك ذلك، لأن همهم كله يتركز في تنفيذ رغبات المنزوع عن كرسي الرئاسة بالانتقام ممن يتوهم أنهم كانوا السبب الأكبر لفقدانه كرسي الحكم بانشقاقهم عن عصبته. لا يدرك أن الواقع ومشروعه المتصادم مع بديهية اليمن هو من أسقطه منذ 2011، واليمن تبحث عن مخرج من الهيمنة الزيدية الطائفية المغلفة بالعصبية القبلية. وبالتوازي مع هذا الانتقال الذي لم يجد طريقه بعد، كانت الميليشيات المذهبية الطائفية تخوض حروبها لاستعادة كرسي الهيمنة الطائفية من العصبوية القبلية، ابتداء من حرب الجوف التي اندلعت في منتصف 2011، ومرورا بحروب أرحب وهمدان وحجة وآنس والرضمة وعمران. راجح في مقاله استعرض الأسباب التي تؤدي إلى هزيمة الحوثي أمام الشعب اليمني. نتابع. سيهزم الحوثي،
لأنه اختار فرض مشروعه بالعنف والغلبة وقوة السلاح وشن الحروب التوسعية وادعاءات الحق المقدس الموهوم بالسلطة والإمامة. سيهزم الحوثي لأن انتصاره المأمول يقف على النقيض من حرية الشعب اليمني ومن الوطنية اليمنية، وهزيمته لن تكون إلا في مواجهة العنوان الوطني الجامع المعبر عن حرية الشعب كل الشعب والمصلحة العامة للشعب كل الشعب. ولن يطول الوقت الذي يفصلنا عن تخلق هذا العنوان الوطني الجامع وتوهجه. سيخلق العنوان الوطني لأن وجوده من وجود الشعب اليمني على هذه الأرض، وطالما الشعب موجودا فسوف يخلق العنوان الجامع كنتيجة لوجوده. كل المعطيات والأساسيات التي أفرزتها التجربة واستوعبتها العقول وجذرتها معطيات المجتمع العصري الحديث تقول لنا إن انتصار الحوثي غير ممكن، لأنه في جوهره يناقض الفطرة البشرية والحرية والمساواة والمواطنة، ويجدف في الاتجاه المعاكس لمجرى الحياة. حتى وإن بدا حضوره زاهيا وملتمعا بالنصر وصرخته عالية ورائجة، لا بديل للتعايش والتوجه نحو البناء. عنوان مقال نشرته صحيفة الصحوة للأستاذ والنائب البرلماني زيد الشامي، أكد أن مؤتمر الحوار الوطني كان هو الأمل الذي يعلق عليه اليمنيون أحلامهم لبناء الدولة المدنية، غير أن تنصل بعض المكونات المشاركة فيه من الالتزام بخرجاته وتنفيذها أصابت الكثيرين بالخيبة، مؤكدا أن التعايش والقبول بالآخر هو السبيل الوحيد لبناء اليمن. بقدر ما استبشرنا بجلوس كل الأطراف على طاولة الحوار الوطني الشامل، كانت خيبة أملنا في تملص مكونات مشاركة من الالتزام بما تم التوافق عليه، فإذا بالحرب تشتعل في دماج وتستمر حتى تصل إلى عمران بوابة العاصمة، تزهق فيها أرواح اليمنيين تحت مبررات واهية وحجج باطلة. كان الأولى منها الاستعداد للانتخابات والاحتكام لرأي الشعب، وما يظن تحقيقه بالعنف وسفك الدماء سيتم عبر صندوق الانتخاب. أليس من العبث إهدار إمكاناتنا وتقطيع أواصر الرحم والقربة بين أبنائنا من أجل الوصول إلى السلطة، والطريق مفتوح وممهد إليها بالسلم والوئام ولا ضرورة للحرب والخصام. ليس أمام اليمنيين إلا أن يتعايشوا ويقبل كل منهم بالآخر وينصرف بكل جدية نحو العمل والبناء، وحينها سيحققون جميعا أهدافهم وطموحهم وسيتخلصون من الوصاية الدولية، ولن تبقى يدهم هي السفلى على الدوام. صحيفة الجمهورية نشرت مقالا للكاتب والصحفي عبد العزيز الهياجم بعنوان سلاح الميليشيات، استعرض فيه التجربة اللبنانية المريرة التي يعانيها جراء التوافق الناجم عن الميليشيات المسلحة التي تفرض التوافق للخروج من كل أزمة، مؤكدا أن لبنان أصبح عاجزا عن تشكيل حكومة وكذا عن تنصيب رئيس بعد أن أصبح المنصب شاغرا لأكثر من أسابيع، مسقطا أوضاع الشعب اللبناني على اليمن باعتباره أشبه نموذج يلخص الحالة. بسبب وجود طرف أو أطراف مسلحة كما هو حال حزب الله، لم يعد لبنان الشقيق قادرا على تشكيل حكومة أو تسمية رئيس جمهورية دون توافق وتراضي الأطراف الإقليمية والدولية اللاعبة على الساحة اللبنانية. وبفعل المحاصصة ثم السلاح الذي كان مقاوما للخارج وأصبح مقاوما للداخل، بات لبنان بلدا غير قادر على النهوض والإنماء والعودة إلى مكانته السابقة سويسرا الشرق، لأن كل شيء أصبح محاصصة وتقاسم، وهذا الأمر يشل أي حركة للتطوير، ويبقى الحال كما هو عليه محلك سر. وتصبح أكبر نعمة يمنون بها على شعبهم هي نعمة التوافق، نظرا للتكلفة الباهظة عند أي محطة اختلاف أو افتراق. وفي بلادنا ليس هناك ميليشيا مسلحة واحدة، وإنما ميليشيات مسلحة عانينا منها في الماضي والحاضر، وسنظل نعاني إلى أن يشاء الله وإلى أن تكون هناك مشيئة للإرادة السياسية لحسم الأمور. وبالتالي نحن اليوم أمام مفترق طرق، وعلى الدولة أن تحزم أمرها وتقوم بدورها ومسؤوليتها التاريخية بنزع سلاح كل الميليشيات، وبحيث يكون لدينا سلاح الجيش والأمن فقط. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من ياسر الرعيني رئيس المنسقية العليا للثورة على صفحة في الفيسبوك، كتب عن الدولة المدنية والثورة الشبابية الشعبية السلمية.
الدولة التي نادت بها الثورة الشبابية الشعبية السلمية وستحققها هي الدولة المدنية التي تقوم على مبدأ استقلالية السلطات والبناء الحقيقي للمؤسسات والاتجاه نحو العمل المؤسسي والشفافية والحكم الرشيد وتحجيم كل دور خارج هذا الإطار. الدولة التي تعطي الحقوق وتحميها وتصون الحريات وترعاها. الدولة التي يقوم فيها كل فرد من أفراد المجتمع بدوره في إسناد الدولة ومؤسساتها والرقابة على أداء العاملين فيها، فالشعب مالك السلطة ومصدرها الوحيد. شهادة شكر لشهداء القوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا وهم يدافعون عن مدينة عمران كان موضوع الناشط الثوري محمد ناصر المقبري على صفحتي في الفيسبوك. نتابع. شكرا لأبطال القوات المسلحة ولا نامت عيون الأنذال. أتألم على شهداء الجيش من أبطال القوات المسلحة وهم يدافعون عن عمران من الغزو البربري القادم من الكهوف. استشهد الأبطال وهم يدافعوا عن شكل إداري تابع للجمهورية وليس حاشد. أنا خسرت أخي الأكبر من الرضاعة عبد الغني الكهالي، كان من شهداء الجيش الوطني في حرب سفيان، ولذلك أشعر بالمرارة على شهداء الجيش الأبطال. أنا فخور بهم جدا جدا وهم يدافعوا عن مدينة تعرضت للاجتياح البربري. الدكتور محمد موسى العامري عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كتب عن أخطر المشاكل في اليمن. للتفكر، مشاكل اليمن كثيرة، لكن من أخطرها أن الدولة تتآمر على الدولة. أحمد شبح عبر تغريدة له على صفحته في تويتر أكد أن حضور الأمم المتحدة في واجهة الأحداث بعمران قد يغير المعادلة. نتابع. سنن الحروب تؤكد أن الهدنة تكون لمصلحة المعتدي والمنهزم، مع ذلك حضور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في واجهة الأحداث قد يغير المعادلة. حسن الخليل رئيس اللجنة الثقافية بمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة عبر تغريدة له على صفحتي في تويتر كتب عن الصعوبات التي تواجهها اليمن وتخاذل دول الجوار. اليمن واقع بين رحى إرهاب القاعدة وسرطان إجرام الحوثيين وسندان الانفصاليين الجنوبيين ومطرقة محترفي السياسة وتلكؤ دول الجوار في دعم اليمن. بإمكانكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت سهيل.net وعلى صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم. في أمان الله.